متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منورنا ومشرفينا في قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. استاد الاهلي يعني النهارده محور الحديث فيه اكيد عن مباراه الاهلي والنجم المرتقبه جدا لكل عشاق وجماهير النادي الاهلي، هيبقى محور الحديث فيها ان شاء الله لغايه لما نيجي عن تحليل هذه المباراه، وان شاء الله دعواتكم ان شاء الله النادي الاهلي دايما قادر ان شاء الله باذن ربنا ان هو يجتاز مثل هذه الاختبارات ومثل هذه المحن ومثل هذه الصعوبات. زي ما قلنا قبل كده، ايا كان الجو الزمن الفرق اي حاجه، ان شاء الله النادي الاهلي بدعواتكم بتوفيق ربنا ان شاء الله يقدر يعدي هذه المباراه الصعبه جدا الصعبه جدا جدا جدا. رسالتنا للجماهير، انا عارف لكن لازم اقول، عارف ان الجماهير فاهمه قوي دورها وعارفه قد ايه هي هتبقى مأثره او ليها التأثير الكبير قوي قوي في مباراه الاهلي والنجم. احنا شفنا الجماهير في سوسه، جماهير النجم عملت ايه، كانت هي مصدر قلق شويه لاعبين الاهلي واثرت عليه فعلا في بعض الاوقات لغايه لما الاهلي استعاد فورمته تاني. لكن لو هي جماهير مثلا مرعبه ايراد، احنا عندنا جماهير مرعبه 24 ايراد، عندنا جماهير تخوف اي فرقه، عندنا جماهير الفرق بتبقى جايه عامله لها 1000 حساب، حتى لو كانوا 5000، حتى لو كانوا 1000، حتى لو كانوا 10. احنا شفنا في سوسه الجماهير الاهلاويه القليله كانوا عاملين صوت في الاستاد، فاكيد الجماهير اللي عرضها لنا يعني بيبو قدام حضراتكم يعني ليها ما يكفي قبل كده من تاريخ، ويكفي ان هي يعني كانت بتهز كل الاستادات في اي مكان في الدنيا كلها جماهير النادي الاهلي، ان شاء الله تقف وراه يوم الاحد 50,000 واحد يهزوا استاد برج العرب ان شاء الله، ويبقوا دافع كبير قوي لعيبه النادي الاهلي، ويبقوا يعني خصم عنيد قوي مع النادي الاهلي ضد النجم الساحلي. يعني كل الجماهير الاهلاويه اكيد من دلوقتي بيستعدوا لهذه المباراه، مش عايزين نطلع كل الحماس اللي جوانا قبل المباراه يا جماعه، عايزين نوفر كل يعني نفس في كل صدر كل مشجع ان هو يوفره الاول ما المباراه تبدا، لان احنا محتاجين ال 90 دقيقه، مش محتاجين نهدى خالص خالص. 50,000 متفرج ونرجع بقى يعني نفرح بيكم، احنا بجد يعني انتوا كلكم يعني وحشنا، جماهير الاهلاويه تحديدا كمان وحشنا جدا جدا، عايزين نفرح بيكم، تملوا الاستاد ان شاء الله برج العرب، وتملوه بصوتكم وتملوه بهتافاتكم وتملوه بتشجيعكم للنادي الاهلي وتملوه برعبكم الدائم للفرق المنافسه للنادي الاهلي. يعني نروح لاخبارنا قبل ما نستقبل ضيوفنا الكرام. الفيفا يعني خبر ان شاء الله يتحقق، الفيفا بيخاطب الاهلي من اجل مونديال الانديه، كاس العالم الانديه، الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا بيرسل خطابا رسميا للنادي الاهلي بيطلب فيه اعداد تقرير طبي شامل لكل لاعبي الفريق الاحمر، على ان يكون التقرير شامل كافه الفحوصات الطبيه وكافه الامور المتعلقه باللاعبين. وجاء طلب الاتحاد الدولي تمهيدا لإمكانية مشاركة فريق الأهلي إن شاء الله في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تقام البطولة في الفترة ما بين 6 إلى 16 ديسمبر في أبو ظبي والعين بدولة الإمارات. إن شاء الله نبقى فيها بإذن الله. أحمد عادل عبد المنعم بيعود للتدريبات، وأحمد عادل يعني طيب طالما جبنا بقى سيرة التدريبات نروح لأمير هشام. أمير هشام أهلا بيك. كابتن ميدو تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أنت فين يا أمير كل ده وسايبني كده يا أمير؟ وحشني يا كابتن والله. وأنت كمان. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. دايماً متألق يا أمير. ربنا يخليك يا كابتن. طمنا بقى على التمرين بشكل عام قبل ما ندخل في تفاصيله. طيب النهارده النادي الأهلي طبعاً كان بيواصل استعداد كابتن ميدو للمباراة المهمة والمرتقبة أمام فريق النجم الساحلي في إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، واللي هي أكيد مباراة يعني مهمة ومصيرية لكل جماهير النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين. بالتالي النهارده كان قبل المران في محاضرة، يمكن هي محاضرة طولت شوية كابتن ميدو. قد إيه وقتها كان؟ قعدت بالظبط حوالي 45 دقيقة، يعني المعتاد إن المحاضرة بتقعد 30 دقيقة مثلا 25 دقيقة، لكن النهارده قعدت 45 دقيقة، كانت محاضرة طويلة شوية من كابتن حسام البدري للاعبين، وأكيد كان بيوصل من خلالها الفكر اللي عايز يبتدي بيه المباراة دي، أكيد كان بيقف برضه على بعض نقاط القوة والضعف بالنسبة للنجم الساحلي، وبالتحديد في المباراة الأخيرة وهي مباراة الذهاب اللي كانت في سوسة في تونس واللي انتهت بفوز النجم الساحلي 2-1. بعديها كان في المران بالنسبة للنادي الأهلي، جوانب بدنية النهاردة ما كانتش كتير قوي، جوانب بدنية خفيفة، لكن
كابتن حسام البدري يركز في المران النهارده على الجوانب التكتيكيه بشكل كبير جدا، حاول يوصل طبعا للاعبين الشكل التكتيكي والفكر اللي عايز يلعب بيه هذه المباراه الهامه جدا، واوقف في التمرين اكثر من مره عشان يشرح للاعبين الفكر المعين اللي عايز يوصله لهم، وده اكيد ده شيء مهم ومعتاد من كابتن حسام البدري عشان احنا خلاص موجودين في مرحله حاسمه جدا في البطوله. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يتاهل من خلال هذه المباراه للمباراه النهائيه. مع نهايه المران كان في تقسيمه شارك فيها كل اللاعبين، خليني اقول لك برضو ان التشكيل لسه ما بانش، يعني اي اخبار عن تشكيل النادي الاهلي غير صحيحه حتى الان. يعني طبعا كابتن حسام البدري النهارده يمكن الازمه اللي بالنسبه له هي ازمه نص الملعب، غياب حسام عاشور وايضا ايقاف احمد فتحي. لسه كابتن حسام البدري هو ممكن يكون استقر، لكن لسه ما بانش خلال التدريب مين اللي هيجاور عمرو السوليه في نص الملعب. النهارده كانت تقسيمه مهمه جدا تالق فيها اكثر من لاعب، سواء عماد متعب احرز هدف رائع النهارده، صالح جمعه، احمد الشيخ، اكثر من لاعب النهارده تالقوا التدريب بشكل جيد جدا. الشيء الجيد بالنسبه لنا كلنا وهو مشاركه عبد الله السعيد بشكل طبيعي جدا لليوم الثالث على التوالي، معاه برضو وليد سليمان، خلاص يبقى دول خلاص بقوا جاهزين للمباراه خلاص بنسبه 100% وهيكونوا متاحين بالنسبه للجهاز الفني، وده شيء جيد جدا. واساسا غيابهم كمان يا امير، يعني غيابهم عن التدريبات لا ينقص من لياقتهم البدنيه، اللي هم كانوا محتاجين يريحوا عشان بس بالزبط. الناس تكون فاهمه، احنا كنا بنقول يا رب عبد الله يريح، عبد الله يريح، اهو ريح فتره حلوه قوي مع وليد سليمان، كمان دايما كان عليهم ضغط مباريات، فراحتهم راحه ايجابيه مش سلبيه. بالظبط، لا هم من الناحيه البدنيه جاهزين جدا طبعا، سواء وليد سليمان او عبد الله السعيد النهارده كانوا في تقسيمه بيأدوا تقسيمه بشكل جيد جدا. بالنسبه لهشام محمد، هشام محمد لسه الجبيره ما اتفكتش من على ايده، واحنا عارفين ان هو عنده كسر في كف ايده، فبالتالي هو بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا وبيتم تجهيزه من الناحيه البدنيه زيه زي اي لاعب من لاعبي النادي الاهلي، لكن في حرص طبعا في التحامات مع الفريق. لسه هشام محمد موقفه ما تحددش بشكل كبير، بس اعتقد لو تم الاحتياج ليه بشكل كبير جدا في مباراه ممكن الكابتن حسام البدري على حسب جاهزيته الطبيه وعلى حسب طبعا التصريح الطبي اللي ممكن ياخده من الدكتور خالد محمود للمشاركه في هذه المباراه من عدمه، ده هيرجع طبعا بالتنسيق ما بين الكابتن حسام البدري ودكتور خالد محمود، لكن هو بدنيا مجهز ان هو يشارك في المباراه بشكل طبيعي. شريف اكرامي زي ما احنا عارفين خلاص، شريف اكرامي بيشارك بشكل قوي جدا في التدريبات، كان عنده اجهاد سواء في العضله الضامه او اجهاد عام، شريف اكرامي خلاص هو اللي هيكون حاجز النادي الاهلي في هذه المباراه. لكن بالنسبه للتشكيل يا كابتن ميدو، الناس اكيد بتحاول تتوقع التشكيل والله وكدا. والله يا امير انا مش عايز، خلي بالك، لان احنا يعني الدنيا كلها دلوقتي بتبص على القناه، وخصوصا كمان الاخوه التوانسه، وده حاجه طبيعيه وحاجه مشروعه، فخلي التشكيل مش مشكله. احنا لا انا مش هقول لك، ما انا بقول بالظبط، احنا عندنا لعيبه كتير جدا جدا، الكابتن حسام عنده اختيارات وعنده بدائل وعنده في كل مركز بدل الواحد ثلاثه لعيبه كلهم في مستوى فني متقارب، مش هنقول واحد، فاكيد التشكيل هيبقى مفاجاه لفريق النجم ان شاء الله. اكيد طبعا، اكيد طبعا، التشكيل ما اصلا ما بانش النهارده خلال التدريبات خالص، اي تشكيل بيظهر على المواقع او حاجه لا ده مش التشكيل اللي هيبتدي بيه كابتن حسام البدري. لكن خليني اقول لك ان كريم نزلت في الصوره بشكل كبير جدا بالنسبه لكابتن حسام البدري، وبالتحديد في نص الملعب، يعني دي حاجه كده خليني اقولها لك، وده ممكن يكون واضح النهارده من خلال المران. بشكل عام الامور ماشيه بشكل جيد جدا، بالمناسبه النهارده كان متواجد المهندس محمود طاهر واستاذ عماد وحيد، كانوا بيأزروا الفريق قبل هذه الموقعه المهمه جدا امام فريق نجم الساحلي، ويمكن بعد المران يعني كان في نقاش ما بينه وبعض ما بينه وما بين بعض لاعبي النادي الاهلي، وكان في اكيد بعض الكلمات التحفيزيه. لاعبي النادي الاهلي مش محتاجين تحفيز خلاص، هم مدركين جيدا جدا ان هم وصلوا لمرحله مهمه جدا في البطوله، وان شاء الله النادي الاهلي مش هيقدر غير ان هو يفوز باللقب عشان يرجع دولاب بطولات النادي الاهلي بعد غياب 4 سنين يا كابتن. اكيد يا امير، يعني الصحف التونسيه كانت بتستفز النادي الاهلي، يعني بتستفز استفزاز عادي، يعني هو طبعا من حقهم ان هم يستفزوا فريق النادي الاهلي ويخوفوه من فريق النجم، قال لك ان النجم هيلعب على الضربات الثابته والكور اللي هي التسديد المباشر، بيقولوا طبعا الكلام على لسانهم علشان عارفين ان شريف اكرامي عنده مشكله في هذه النقاط، ف يعني عايزك ترد. لا خليني اقول لك ان هم مخدوعين في شريف اكرامي، هم واخدين انطباع عن شريف اكرامي بسبب الهدف اللي احرز في مرمى النادي الاهلي بضربه ثابته توفيق كان من اكرامي في مباراه الذهاب ما بين الاهلي والترجي في استاد برج العرب،
لكن شريف اكرامي حارس كبير جدا وحارس منتخب مصر، دي كانت هفوه بالنسبه له وسوء توفيق واجهه في الكوره دي، لكن هم كويس ان هم واخدين الانطباع ده بالظبط. يعني ده يعني دي حاجه ممكن تكون جيده بالنسبه لنا، ممكن يكون عندهم ثقه زياده، ده شيء ان شاء الله النادي الاهلي يستغله اكبر استغلال ان شاء الله خلال المباراه. خليني اقول لك من خلال تواصلي مع بعض الصحفيين التوانسه كابتن ميدو، يمكن انا كنت قابلت كتير منهم لما كنا متواجدين في تونس مباراه الذهاب او مباراه العوده ما بين الاهلي والترجي والاهلي والنجم الساحلي، خليني اقول لك ان هم عندهم حاله من السعاده بسبب غياب حسام عاشور واحمد فتحي. انا كنت لسه هقول لك، كنت لسه هقول لك النقطه دي، يعني هقول لك كمان الخبر كمان، صحيفه الصباح بتتحدث عن الصدمه التي تلقاها الكابتن حسام بدري بعد علمه باصابه حسام عاشور اللي هو تمزق في العضله الضامه اللي هتغيبه او يعني هيغيب يعني نقول مثلا شهر يعني. نقول مثلا شهر يعني بيقولوا ان هي صدمه، ما عرفوش ان احنا عندنا ان شاء الله لعيبه هتقوم بالدور ان شاء الله على اكمل وجه. لا هم مدركين جيدا اهميه احمد فتحي وحسام عاشور، لكن هم برضو مدركين ان النادي الاهلي جميع اللاعبين المقيدين في النادي الاهلي هم اي لاعب بيرتدي تيشيرت الفريق بيبقى لاعب كبير جدا ولاعب يقدر طبعا يؤدي كل المطلوب منه في اي مباراه، ما بيقلش عن اي لاعب اساسي. طبعا كل اللاعبين المتواجدين في القائمه الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي اي لاعب منهم هيبتدي ان شاء الله هيبقى قادر ان هو ان شاء الله يفرح كل جمهور النادي الاهلي خلال هذه المباراه، خصوصا 50,000 متفرج بقى لنا كتير ما بنلعبش، او بالتحديد النادي الاهلي يعني ما بيلعبش امام 50,000 متفرج، وده شيء جيد ومبشر جدا جدا بالنسبه للاعبين. خليني اقول لك اللاعبين نفسهم مبسوطين ان في عدد كبير من طبعا النادي الاهلي، طبعا طبعا هيكون حافز وداعم بشكل كبير جدا للاعبين ان شاء الله في مباراه العوده. النادي الاهلي محتاج جون بس، لكن ان شاء الله النادي الاهلي هيقدر يحرز اكثر من هدف يا رب، ويقدر ان شاء الله ان احنا نوصل للدور النهائي من البطوله دي. واللي وحشنا اكثر هو كاس العالم، احنا طموحنا دايما ان النادي الاهلي دايما بيلعب في كاس العالم، ده المتعودين عليه. احنا لسه قايلين خبر يا امير اهو، لسه قايلين خبر ان الفيفا بيخاطب الاهلي من اجل مونديال الانديه، يا رب ان شاء الله تتحقق هذه الامنيه. ده بيبقى طبيعي طبعا، الفيفا بتخاطب الاربع انديه اللي وصلوا الدور قبل النهائي تحسبا للفوز اي احد منهم ان شاء الله ان هو يفوز بالبطوله، فبيبقى في بعض التنسيقات اللي بتتم ما بين الانديه والفيفا قبل هذه البطوله المهمه، لكن ان شاء الله نتمنى ان النادي الاهلي هو اللي يكون البطل وهو اللي يشارك في البطوله دي. اكيد امير، اكيد امير، يعني بشكرك جدا على مداخلتك وعلى توضيحاتك من خلال تدريب النهارده، عرضتك الفنيه كمان للكابتن حسام بدري، شكرا جدا امير هشام مراسلنا الجميل. عايز اقول لكم خلاص احنا قلنا احمد عادل عبد المنعم رجع للتدريبات، مفيش اي مشكله، كانت بعض الصحف يعني والمواقع قالوا ان احمد عادل زعلان واحمد عادل عايز يمشي، مفيش اي مشكله خالص، مفيش اي حاجه خالص من الكلام ده. كمان اكرم توفيق لليوم الثاني على التوالي بيغيب بعد ما خد كدمه في ظهره في مباراه وديه لعبها مع فريق الشباب. نروح بقى نبعد شويه عن النادي الاهلي ونرجع له تاني، اكيد اصابه مرعبه للاعب نادي طنطا. لاعب نادي طنطا محمد مرسي تعرض لاصابه مرعبه خلال لقاء فريقه ضد طلائع الجيش مساء اليوم بسات جهاز الرياضه العسكري، والذي انتهى بالتعادل بدون اهداف في الجوله السادسه للدوري. سقط مرسي دون ان يلمسه احد في ارض الملعب وسط حاله من الرعب انتابت اللاعبين بعدما عانى اللاعب من مشاكل، تم نقل اللاعب الى اقرب مستشفى لملعب جهاز الرياضه العسكري للخضوع لفحص طبي، خاصه ان طبيب نادي طنطا قام بتشخيص الواقعه بانها مشاكل في القلب. ربنا يستر، ربنا يعني يستر بجد يعني. الف سلامه عليك يا محمد يا مرسي، يعني احنا يهمنا يعني كل اللعيبه تبقى يعني تبعد عن مشاكل القلب والكلام اللي بيخوفنا ده، يعني كلام بصراحه اشعرني انا كمان يعني. يعني لازم فحص طبي يا جماعه، دايما بنقول لازم فحص طبي، فحص طبي كويس قوي قوي للعيبه، مش بنروح نحط السماعه. يعني انا عملت فحص طبي في كذا مكان لما كنت بلعب بالسماعه كده، كويس يا كابتن، يا جماعه شوفونا كويس، يعني دقه القلب بتفرق، الهمسه في القلب بتفرق. فيعني ربنا يستر على محمد مرسي والف سلامه عليه، لو نعرف يا جماعه نتواصل معاهم نطمن على اللاعب يا ريت. ربنا يستر. الاتحاد العربي بيهنئ مصر بالتاهل الى كاس العالم. الامير تركي بن خالد ال سعود رئيس الاتحاد العربي لكره القدم قام بتهنئه المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم بمناسبه تاهل مصر لنهائيات كاس العالم. دي كانت اخبارنا، عايز اقول لكم كمان